أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الشرق أوسطية والعالمية. ينضم إلي الإعلامي والمحلل السياسي خميس أبو العافية، أهلا بك. إليكم العناوين. من الصحف الإسرائيلية صحيفة إسرائيل هيوم، إرهاب عدا ونقدا، كشف جهاز تحويل الملايين الإيرانية. ومن صحيفة معاريف، عاصفة الولاء من ترامب. ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام، الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية. ومن الصحف العربية صحيفة الرياض، إسرائيل وإيران يعرضان أمن المنطقة للخطر. ومن الصحف العالمية صحيفة إندبندنت البريطانية، المملكة المتحدة رخصت 6.2 مليار جنيه استرليني من الأسلحة للائتلاف السعودي منذ بداية حرب اليمن. نفتتح هذا العدد مع صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية، أستاذ خميس أبو العافية. العنوان الأول كان إرهاب عدا ونقدا، كشف جهاز تحويل الملايين الإيرانية، طبعا بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، هي تحاول وتجد طرق لتحويل الأموال للمنظمات التي تدعمها. هذا العنوان الصحفي يعتمد إلى تقارير استخباراتية أعدتها شعبة أمان الاستخبارات العسكرية، والتي تؤكد وتشير إلى قدرة أو قيام إيران باعتماد طرق ملتوية لتحويل مئات الملايين دولارات إلى حركة المقاومة اللبنانية حزب الله. والصحيفة باستغلال الحصانة التي يملكها دبلوماسيون. نعم، وتقول الصحيفة بأن اعتمادا إلى التقارير الاستخباراتية، وكأن هذه الأموال تجد طريقة إلى حركة تستغلها لارتكاب أو لقيام بعمليات إرهابية وفق الصحيفة ضد إسرائيل، وتطرح الحلول استنادا إلى خبراء في هذا الشأن. الحلول هو ممارسة الضغوطات على الحكومة اللبنانية، لا سيما تضييق الخناق الاقتصادي لحمل الحكومة اللبنانية على القيام بتضييق الخناق على حركة المقاومة اللبنانية حزب الله. ومن هذا العنوان ننتقل للعنوان الآخر من صحيفة هآرتس، يكتب هنا ميليشيا عراقية تابعة لإيران، طائرات مسيرة إسرائيلية مسؤولة عن الضربات في العراق. طبعا هذا عقب الأحداث الأخيرة في العراق وضرب في العراق. مواقع مختلفة في العراق تعرضت خلال شهر واحد إلى 3 دكات صاروخية أو قامت بها طائرات أو مقاتلات مجهولة يقال بأنها إسرائيلية وفق وسائل الإعلام الغربية. اليوم أو أمس قام متحدثون باسم الحشد الشعبي المحسوب على إيران بتوجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل بأنها هي تقف وراء ما تفجير المستودعات للأسلحة. على فكرة، يعني من اللحظة الأولى كانت قد إسرائيل وضعت في قفص الاتهام، وذلك لتصريح كان قد أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جاء فيه بأن إيران لن تقم بمأمن في أي مكان، ما يد إسرائيل الطولة سوف تطال إيران وأتباع إيران الذين يخططون لإيذاء إسرائيل وفق تصريح رئيس الوزراء. نعم، ولكن يعني لماذا العراق؟ نحن نعلم أن يعني نتحدث عن الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ضد المعسكرات التابعة لإيران في سوريا القريبة للحدود الإسرائيلية، ولكن لماذا العراق وتصل هناك؟ وهذا يقول أن هذا سيوسع دائرة التصعيد في المنطقة. على فكرة، لماذا العراق هو سؤال وجيه، لأنه العراق لديه حدود متاخمة مع إيران، ومن هناك يتم استغلال هذه الحدود لإدخال أسلحة مطورة جدا حركة حزب الله العراقية. نحن نعرف أن هناك حركتان، حركة لبنانية المعروفة رئيسها الشيخ حسن نصر الله، وهناك حركة أيضا للمقاومة حزب الله موجودة في العراق. إسرائيل في الآونة الأخيرة انتبهت إلى نقطة تصاعد أهمية هذه الحركة التي بدأت توطد التواصل والتعاون مع حركة شقيقتها في لبنان،
والمصدر واحد هو إيران، أمر بات يؤرق مضاجع القيادة الأمنية والعسكرية في إسرائيل. نعم، ونبقى مع صحيفة هآرت في عنوان آخر. بعد أن اكتشفت حماس، حركة حماس البيتكوين، طورت الآن طرق لإخفاء الأرباح. عملة البيتكوين طبعا الإلكترونية تستعملها حماس وفقا للصحيفة لكي تخفي الأرباح وتلتوي، تقوم بالالتواء يعني من خلف المخابرات الإسرائيلية التي تحاول أن تكشف كل طرق وصول الأموال لحماس. البيتكوين كما قلت أنت هي عبارة عن يعني عملة إلكترونية يتم تداولها وأسعارها غالية جدا وثمينة جدا. هنالك هذا التصريح يستشف منه أن حماس لجأت إلى استعمال التعامل مع البيتكوين العملة الإلكترونية بغية يعني تحويل أموال وإخفاء وتضليل متتبعيها من وكالات الاستخبارات الأجنبية لا سيما الإسرائيلية. هذا كان هدف البيتكوين في البداية، يعني هي وجدت في السوق السوداء، وجدت من أجل بيع الأسلحة وكل هذه التداولات الغير قانونية في القانون الدولي. لذلك سجلت في المرحلة الأولى هذه العملة ارتفاعا مهولا بقيمتها وأسعارها، بعدما تم كثر الحديث عن هدفه وأهدافها تراجعت الأسهم هذه العملة. ولكن أقول لك بأن ما زالت هذه العملة وطيدة وقوية جدا، تستغلها بعض الجهات ويستغلها بعض أجهزة الاستخبارات العالمية لأهداف معينة، ربما تحويل أيضا أموال لجهات هي تريدها ولكن لا تريد أن يكشف عن أنها تدعم هذه الحركات. فهذا يقول أن هناك نوع من الحرب أو حرب الأدمغة بين الاستخبارات الإسرائيلية التي تحاول كشف حماس والأدمغة في حماس. انتبه أخي العزيز، كلما يعني تكشف إسرائيل شيئا جديدا ينسب إلى المقاومات الفلسطينية واللبنانية، نرى بأن المقاومات تبحث وتكتشف وتبتكر أساليب جديدة، ما يعكس أن هناك فعلا يقولونها بالعبرية الشحمت، أو هي لعبة الشطرنج، ترى هي لعبة تستند على تفعيل الدماغ. نعم فعلا. والآن ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم، ونعود إلى صحيفة إسرائيل هيوم في عنوان آخر، تقرير تخوف من أن يتم استغلال تعدد الزوجات في المجتمع البدوي للإرهاب. وهنا نحن نعلم أن يعني في إسرائيل هناك منع قانوني طبعا لكل قضية تعدد الزوجات، وحتى أنه في السنوات الأخيرة أيضا وزارة القضاء السابقة قامت بفرض عقوبات على من يقوم بهذه الخطوات، ولكن في المجتمع البدوي في التحديد في الجنوب البلاد في التحديد ما زال هذا الأمر موجودا طبعا عن طريق الزواج الشرعي بدون الوصول إلى السلطات الإسرائيلية. هناك تخوف إسرائيلي من أن يتم استغلال هذا الأمر للإرهاب وفقا للصحيفة. طبعا وفقا للإدعاءات الإعلام الإسرائيلي بأن هذه الظاهرة مستشرية تماما ومتسعة في النقب الجنوبي لا سيما عند الأشقاء البدو، والارتباط يتم من خلال التزوج من نساء من الضفة الغربية. يعني هنالك تلميحات إلى يعني ليس فقط أن الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة يعتبر مخالفا واضحا للقانون الإسرائيلي، ويحبس كل رجل يقدم على هذه الفعلة ما بين 3 إلى 5 أعوام. ليست هذه النقطة المهمة بالنسبة للصحيفة، إنما النقطة الثانية بأن هنالك مخاوف من أن تستغل هذه الزيجات لأعمال عدائية ضد إسرائيل بسبب التلاحم والترابط ما بين عوائل في الضفة الغربية وعوائل في النقب الجنوبي، نوع من نقل الأخبار أو ما إلى ذلك. ننتقل الآن إلى موضوع آخر طبعا شغل العالم في الأيام الأخيرة، وهو من صحيفة معاريف. هنا العنوان عاصفة الولاء من ترامب، وطبعا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها كل من لا يصوت أو كل من يصوت للديمقراطيين الحزب المنافس طبعا لحزب ترامب الجمهوري هما يعني ليس موال. وفي البداية طبعا كان هناك انتقادات شديدة على أنهم أو تحدث عن الولاء لترامب أو الولاء للولايات المتحدة، ولكن وضح ذلك وقال أن يتحدث عن الولاء لإسرائيل بالتحديد.
ترامب عندما قدم اعتذاره أو تفسير أقواله لم يعتذر، تفسر ووضح أقواله وقال بأن أنا الذي اعترفت بالقدس عاصمة إسرائيل الأزلية، أنا الذي قمت بتسليمكم الجولان ويعني منحكم الشرعية الدولية للجولان، وأنا الذي قمت وقمت وقمت، فأنا أحق من الآخرين بأن أدعم، ومن لا يدعمني ويدعم الديمقراطيين هو ليس مواليا لإسرائيل. لم يقل الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين سارع إلى مهاتفة نانسي بلوسي رئيسة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، وقال لها بأن العلاقات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي خارج نطاق السياسة، نحن نحترمكم. ولكن يعني شعر اليهود الأمريكيين بالتحديد بالإهانة بسبب هذه التصريحات، فهذا ما كتب أيضا هنا في صحيفة يديعوت أحرونوت، حيث كتب الشعور بالإهانة عند اليهود الأمريكيين الذين نحن نعلم طبعا أغلبيتهم يصوتون للديمقراطيين بنسبة يعني 70 أو 75% حتى في أغلب الانتخابات. أستاذي الكريم، نحن نعرف بأن دونالد ترامب كان أكثر رئيس الذي أقدم على خطوات لصالح إسرائيل أو لصالح بنيامين نتنياهو. ممكن أن نقول هذا هو السبب لماذا لا يوجد أي رد من قبل نتنياهو وصمت إسرائيلي واضح في هذه القضية. لأنه لا أقول لك بأن في الآونة الأخيرة في ظل حكم هذا الرئيس تنامت اللاسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكراهية اليهود، وهو يتحمل جل المسؤولية لذلك بسبب تصريحاته العدية تجاه الأقليات. أقليات ليس فقط المكسيكيين وليس الزنوج إنما أيضا وليس المسلمين إنما أيضا اليهود. هكذا يفسر العنصريون في الشارع أقوال الرئيس دونالد ترامب، فهو يتحمل المسؤولية. نعم. من هنا هو حاول أن يلعب، وأنت تفهم أن هذا الأمر أثار ضجة إعلامية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ولكن مع ذلك هناك ضجة إعلامية في إسرائيل وصمت من قبل الحكومة الإسرائيلية للأسباب التي تحدثت عنها. ننتقل الآن إلى أو نبقى في صحيفة يديعوت أحرونوت ولكن في عنوان آخر، والحديث هنا عن عضو الكنيست بتسليل سموتريش المثير للجدل الآن يخرج ضد المقاتلات الجنديات الإسرائيليات في الجيش الإسرائيلي، ويقول ويكتب هنا العنوان يحارب المقاتلات. إذن يعود سموتريش ويثير الجدل، ولكن في صحيفة معاريف نرى أن من اليمين واليسار ضد سموتريش، فخورون بمقاتلاتنا، وحتى نتنياهو نفسه قال أنه هو أيضا فخور بالمقاتلات الإسرائيليات. بتسليل سموتريش وليس فقط عضو كنيست إنما وزير المواصلات بالوكالة حتى نهاية ولاية هذه الحكومة، أطلق في الآونة الأخيرة تصريحات يعني هي مثار اختلاف وجدل في الشارع الإسرائيلي. طارة قال بأنه لن يقبل بأن تلد زوجته طفلها أو تضع رضيعها أو طفلها في غرفة واحدة مع امرأة عربية، هذا أثار جدلا واسعا ويكشف مدى عنصرية هذا الرجل. فيما يتعلق وقال بأنه لا يعني وجود مجندات إلى جانب جنود إسرائيليين في ساحات العمليات يعني يقوض قدرات الجيش الإسرائيلي، وما يعني يستشف من أقواله ما كان المرأة يجب أن تكون إما في المكتب وإما في المطبخ، مما أثار يعني ردود فعل غاضبة في اليمين وفي اليسار. نعم، من قبل العديد من أيضا طبعا منظمات حقوق النساء في إسرائيل. ننتقل إلى موضوع يجب أن نتوقف عنه فعلا، ومن صحيفة يديعوت أحرونوت في الخبر الرئيس هنا يكتب اقتباس من طبعا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي، مستعد للانضمام لائتلاف مركز يسار، تغيير جذري في كل سياسة وكل موقف الممثلين أو ممثلي الجمهور العربي في الكنيست منذ إقامة الدولة وحتى اليوم، يعني دائما ما تواجدوا في المعارضة. ولكن في كلمة صغيرة كتبت وأضيفت مع شروط، أسأل هنا ما هي الشروط؟ نعم. وهل يقبل الشروط في صفحتي في فيسبوك؟ وهل يقبل أي مرشح كان سواء كان من اليسار أو من الوسط من الأرجح بني غانتس أن يقبل بشروط هذه القائمة؟ أنا أعتقد بأن لا، تصريح له يعني تصريح تكتيكي يهدف إلى خطب ود
الشرائح في المجتمع اليهودي التي تؤمن بالتعايش المشترك ما بين اليهود والعرب، وربما يستمع لشرائح او يعني على الاقل قسم من شرائح الشباب في المجتمع العربي الذين يعني سائم وضاق ذرعا من نعم. كل نعم. نعم انا اعتقد بان تصريح تكتيكي ليس إلا ومن الصحف الإسرائيلية ننتقل إلى الصحف الفلسطينية، صحيفة الأيام، وفي خبر في الصفحة الرئيسة يكتب: الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية. والغريب في الموضوع هنا أن نتحدث عن يعني لقاء روتيني يحدث دائما في السلطة الفلسطينية، ولكن هذه المرة نراه في الصفحة الرئيسة. وهل هذا يقول أن يعني هناك شيء مهم ليتناقشوه في هذا الاجتماع، خصيصا يعني في ظل يعني كثرة العمليات التي حدثت في الفترة الأخيرة؟ تحديات أمنية كثيرة تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، أهمها يعني التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلى أين على خلفية قيام حكومة إسرائيل بانتقاص الأموال المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان الرئيس عباس حذر أكثر من مرة بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطر. أنا أعتقد بأنه ناقش هذا الملف وملفات أخرى على خلفية تنامي وتصاعد عملية الطعن في ضد أناس إسرائيليين. نعم. والآن ننتقل إلى الصحف العربية، صحيفة الرياض، عنوان: إسرائيل وإيران يعارضان أمن المنطقة لخطر. طبعا هذا تصريح سعودي. كيف نقرأ مثل هذا العنوان في الصحيفة، خصيصا يعني في ظل التقارب السعودي إسرائيلي؟ أنا أعتقد بأن هذا عنوان مشبوه، يراد منه يعني باطل، إيهام الرأي العام العربي في المحيط العربي، وكأن ما يقال عن التحالف وتقارب مع إسرائيل السعودية هذا لا يعني بأن السعودية تنظر إلى إسرائيل بنظرة مخالفة عن نظرتها لإيران. لذلك هذا العنوان كتب على يد كبار المستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومفاده، وكأن إسرائيل هي بمكانة إيران، كلتاهما تشكلان خطر على أمن واستقرار المنطقة. إيران بسبب المد الإيراني في منطقة الخليج، لا سيما في اليمن وهلوم جرة. إسرائيل بسبب يعني مقارعة إيران في مناطق هي عربية مثل سوريا والعراق وفي اليمن وفي أماكن أخرى. أنا أعتقد بأن هذا يعني العنوان نوعا ما مشبوه. نعم. من صحيفة القدس العربي: قيادة الانتقالي، نتحدث عن المجلس الانتقالي في الرياض للتفاوض وعناصرها ينهبون قصر الرئاسة في عدن. طبعا عنوان ساخر بعض الشيء، أو يريد أن يوضح نقطة معينة. ومن جهة أخرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية يكتب: الإمارات الحكومة اليمنية عاجزة. انبل جملة هين: تقرير إماراتي ينتقد يعني ضعف السعودية أمام الحوثي من جهة. هذا ما يعكس بأن هنالك تضارب في المواقف وعدم تجانس في المواقف، يعني في اختلاف ما بين أكبر حليفتين في التحالف العربي ضد الحوثيين. ومن ناحية ثانية يقول وزير يمني مقرب للسعودية، يقول: نحن نعد ملفات لجرائم أبوظبي بحق يمنيين. ما يعني بأن نحن نعرف بأن الحرب أو الصراع القائم اليوم ما بين السعودية والإمارات انتقل من العلانية إلى الخلف بشكل أو بآخر وبطرق غير يعني غير مباشرة. يتم انتقاد إمارات من جهة وسعودية من جهة أخرى، وكلتاهما يتلاسان على بعضهما البعض، ولكن من خلال متحدثين أو أقرباء. نعم. ونبقى في صحيفة الاتحاد الإماراتية، العنوان الآن: الإمارات قطر تقوض أمن المنطقة. وهنا نعود إلى الأزمة الخليجية. نحن نعرف قبل 3 أعوام قامت الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى بفرض حصار على قطر بسبب الكثير من الأمور. اليوم تتهم الإمارات قطر على أنها تعتمد سياسات خارجية من شأن تقويض أمن منطقة الخليج، وذلك بغية إثارة دول خليجية على قطر. نهاية ننهي مع الصحف العالمية وصحيفة إندبندت البريطانية في عنوان تقول فيها: المملكة المتحدة رخصت 6.2 مليار جنيه استرليني، أي معادل 8 مليار دولار أمريكي، من الأسلحة للائتلاف السعودي من بداية حرب اليمن. طبعا هذا نوع من يعني نريد أن يعني نعيد النظر في أنفسنا، هل نحن داعمون
يعرفون لماذا يحدث في اليمن. بريطانيا مستفيدة ودول غربية أخرى مستفيدة من الحرب الجارية في اليمن، يبيعون الأسلحة للإمارات والسعودية ويكسبون المال، يعني مال وكثير من الأشياء. ما أود أن أقوله أن في جهتان متناحرتان، أبناؤهما يدفعون الثمن الباهظ بدمائهم، وفي طرف آخر الذي يبيع الأسلحة هو المستفيد. بريطانيا مستفيدة، الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة، ودول أخرى. هذا يذكرنا بالتمساح الذي يفترس الفريسة ويدمع. من جهة واحدة نسمع أن في الغرب هنالك يتحدثون بكثرة عن وجود انهيار كلي في اليمن، نحن على مشارف يعني مجاعة، ومن ناحية ثانية يواصلون بيع الأسلحة للإمارات والسعودية، وهذه الأسلحة مستعملة في حرب اليمن ضد الحوثيين. نعم، ونحن نعلم أن من بداية الحرب هناك 8000 مدني يمني قتل. نعم. حتى اللحظة. شكرا لك المحلل السياسي والإعلامي خميس أبو العافية على تواجدك معنا، وبهذا نصل لختام حلقة أخرى من العدد الأخير. نلقاكم غدا مع صحف وعناوين جديدة.